وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما شارب أفلا يشكرون
دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون كذبوا